إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك، شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، انتهى الكلام في التسريب الثاني على اني اتصل على محمد رحوم الحرامي واستسمحه اني اشوف ولادي قبل السفر، فيا ترى هيكون رد رحومة ايه؟ وهل هيوافق على اني اشوف ولادي؟ وقبل ما نسمع التسجيل تعالوا اعرفكم حقيقة محمد رحوم الحرامي، لان في ناس كتير ما تعرفوش، وكمان اوضح حقيقته للنصارى الموضوعين فيه واللي بيتبرعوا له على اساس انه منصر وخادم للنصرانية، والحقيقة انه نصاب ومختلس. فيا ترى مين هو محمد رحومة؟ اسمه بالكامل محمد محمود محمد احمد رحومة، من مواليد مركز صمالوط بمحافظة المنيا، وهو خريج كلية الآداب جامعة المنيا بتقدير جيد، وتم تعيينه بكلية الدراسات العربية جامعة المنيا إلى أن وصل إلى درجة أستاذ مساعد. وعلى حسب أقوال زملائه في الكلية لم يتم تعيينه لا وكيلا للكلية ولا عميدا لها، لأن المناصب دي لازم يكون اللي وصل لها أستاذ وليس أستاذ مساعد. كما أن أحد زملائه أكد أن مستواه العلمي ضعيف جدا ولا يرقى لدرجة دكتور جامعي، وأن له فضائح أخلاقية تم التستر عليها من إدارة جامعة المنيا في ذلك الوقت. ونتيجة لتعيين رحوم الحرامي رئيسا لمركز سوزان مبارك للثقافة والفنون، كان بينظم حفل غنائي خيري لصالح ضحايا الأورام اللي شارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين بشكل تطوعي. إلا أن رحوم الحرامي زور إصالات تفيد بأنه تم دفع مبالغ مالية للفنانين مقابل مشاركتهم في الحفل وصلت إلى مئات الآلاف من الجنيهات، قام باختلاسها وتحويلها إلى حساباته البنكية، والموضوع ده كان هيمر عادي زي أي عملية اختلاس غير معروفة، ولكن القدر كشف هذا القذر. فواحد مسؤول من جامعة المنيا كان على صلة صداقة بأحد الفنانين المشاركين في الحفل، فقال له: مش عيب يا راجل كده تاخد فلوس في حفل تطوعي لصالح مرضى الأورام؟ فالفنان قال له: أنا ما خدتش حاجة وأنا مشارك متطوع. فقال له: إزاي؟ تعال شوف الإصالة اهو وانت ماضي عليه. فقال له: ده مش توقيعي وأنا ما خدتش حاجة. فتم عرض الأمر على إدارة الجامعة للتحقيق في الموضوع اللي أحالت الملف للنيابة العامة، اللي أثبتت بعد التحقيقات وجود عملية تزوير في واقعة حفل ضحايا الأورام واستيلاء محمد رحومة الحرامي على مئات الآلاف من الجنيهات. فحولت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات. وقبل النطق بالحكم طلب محمد رحومة من الجامعة تصريح بالسفر لألمانيا بدعوى المشاركة في مؤتمر علمي، وهناك تواصل مع منظمات حقوقية أمريكية وقال لهم: أنا مضطهد دينيا في مصر ونتحول من الإسلام إلى المسيحية، ودي حجة أي حد عايز يسافر بره مصر هربا من الملاحقة الأمنية إنه يقول أنا مضطهد دينيا. فبيت موضة زي بالظبط كده المنصرة ميربط اللي لجأت لنفس الحيلة وأخدت لجوء وبتدخل وتطلع من مصر عادي جدا. وطبعا زكريا بطرس وباطل مهجر بيعملوا منه بطل ومناضل وبيضحكوا على النصارى في مصر وبيطلعوا مفكر اسلامي امن بالمسيح والمسيح بريء منه ومن افعاله الاجراميه. المهم اتحكم على رحوم الحرامي بالاشغال الشاقه لمده 20 سنه والعزل من الوظيفه في القضيه رقم 3514 الصادر في 17 نوفمبر 2001. ودي حكاية المجرم الهارب من العدالة محمد رحومة اللي بتصور بعض النصارى البسطاء في مصر انه تنصر، لان تنصره ده مكسب ليهم مع انه في الحقيقة عار على المسلمين والمسيحيين، لدرجة ان بعض النصارى كشفوا حقيقته ووضحوا انه بيجيب ناس مسيحيين ويمثلوا على انهم مسلمين وتنصروا علشان يلم عليهم تبرعات من النصارى المضحوك عليهم. وقناة كشف الشبهات عرضت فيديو كامل عن فضايح المنصرين لبعضهم لبعض، هسيب الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله تعالى. فتعالوا نشوف رأي واحد مسيحي شغال في التنصير على كذب وخداع محمد رحومة الحرامي. سلام ونعمة المسيح يا أخواتي. فيديو سريع كده عن الأخ الأستاذ الدكتور البروفيسور محمد رحومة الدكتور،
وقف شوية سرقتك للناس، وإنك تقعد تقول للعبرين اللي عارفوا الحق دي المسيح إن هو متنصح. لكن أحب أوريكم 2 فيديو كده المساعدة بتاعته، مرة طلعها الدكتورة ياسمين ومرة بتفيدة. شوفوا معانا الـ2 فيديو وقارنوا بنفسكم. قعدت حوالي سنة ونص تمام، وفي آخر السنة ونص الـ4 شهور الأخرانيين تعبت قوي في البحث، تعبت قوي 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 قوي. تنجد وتطلب العون، يعني أنه خيمتها مكسورة عم بتنقط مي على الأولاد، وخيمتها صارت كلها مي، فرشاتها السجادة عم تقول ما في مي. أيوة، نفس مدرسة وحيد ورشيد وكله، انتوا كلكم ما بتعرفوش تعملوا حاجة غير كوبي بيست. وقفوا كلام عن عبرين، انتوا سوقتوا سمعة الناس اللي فعلا جاية يسوع المسيح بسببكم. كتير مسيحيين وسبشالي في مصر اقباط ما بيصدقوش العبرين، كل ده علشان انت تاخد العشور بس بتاعت المسيحيين. ده بس اللي فضحه قدام النصارى، ده واحد مسيحي تاني بيقول انه حرامي كبير ونصاب، وكمان بيقول انه بيشتري العابر بـ50 دولار. ظهر اليوم حرامي جديد اسمه الدكتور محمد رحومي. ليش وافق محمد رحومي اليوم انه يعمل هيك؟ وافق لانه اولا اذا ما بيرضى بيفضحوه بانه بيشتري العابر بـ50 دولار. طبعا مش عابر، هو انسان كذاب بيطلع بيمثل انه عابر بـ50 دولار. بيفضحوه بانه بيشتري العابر بـ50 دولار. طبعا مش عابر، هو انسان كذاب بيطلع بيمثل انه عابر بـ50 دولار. هو بصراحة مش حرامي جديد، هو حرامي قديم، وانتوا كنتوا عارفين انه حرامي وهارب من احكام بالسجن في قضية اختلاس، بس انتوا لما اختلفتوا طلعتوا وفضحتوا، فشكرا لتعاونكم معنا. وبعد العرض السريع ده لقصة الحرامي المختلس المتنصر الهارب من مصر محمد رحومة، تعالوا نسمع أول مكالمة ليا معاه بناء على طلب المنصرة ميرفات بانيوتي. ألو ألو ألو، مع حضرتك. ألو ألو، إزاي حضرتك أستاذ رحومة؟ الله يسلمك يا حبيب بابا. الحمد لله. معاك نوها او غادة؟ انا مش الاستاذ رحومة، انا بابا. اهلا يا بابا، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ماما، ازيك؟ تمام الحمد لله، نشكر ربنا. كيف اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال، نشكر ربنا. واضح عليه التوتر ومش عارف يتكلم لانه اول مرة يتكلم معايا، وكان متخوف جدا من شخصيتي. يا انت عندك اسئله ليا؟ الاستاذه ميرفت كانت كلمتني على حضرتك يعني، وقلت لي ان انا لو احب اسافر يعني وارجع لحضن مسيحي تاني، حضرتك مستعد تساعدني وكده؟ معلش بقى سامحوني، اضطريت اتكلم بمصطلحات مسيحيه علشان بس الموضوع يتصدق وما يشكش فيا. من عينيا، بس اهم حاجه تكون انت قبل المسيح زي ما اتولدتي اول مرة. اكيد طبعا، وعارفة النعمة اللي انت خسرتيها. يعني انا اجي اسيب مناصب العالم، اسيب مكانتي كنائب وزير وعميد كلية وادخل. يا كذاب يا مختلس يا حرامي، انت كنت استاذ مساعد، لا نائب وزير ولا غفير، ولا كنت وكيل كلية ولا عميد، ولا كنت في جامعة الازهر، ولا عديت اصلا من شارع الازهر. صفحتي وانت هتشوفي وتقري وتشوفي صوري مع الكبار ومع الوزراء، وانت تسيب المسيح وتجري منه. طب هو مش سايبك اهو، هو بيجري وراكي. معلش، مش عايز يسيبك. وزي الابن الضال بقى لازم يرجع لحضن ابوه تاني بقى. معلش، يعني انت ما عندكيش اسئله ليا ولا حاجه؟ لا بس انا ليه مش سؤال، لا انا خلاص تماما، يعني انا هرجع للمسيح وكل حاجة، بس انا يعني كان ليا رجاء ان انا كان نفسي اشوف ولادي قبل ما اسافر، وده امر يعني نفسي ان انا احققه. دي
دي صعبة دلوقتي، خليني أصفرك وبعد كده أنا أوعدك تشوفيهم. يا بابا ما هو صعب ان انا اطلع برا مصر وانا مش ضامن حياتي، طبعا احنا حياتنا في ايد ربنا ومش حياتنا في ايدينا. يا حبيبي انتي هتبقي في رعاية رب المجد يسوع المسيح. ايوه انا بوعدك، سيبيني سيبي ايديك ربنا، اقول له تعالى انت يا رب خططي مشيني بس، وانا بعد ما طلعك انا اوعدك بكل اخبار حلوه، هتعاون مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت عشان اجيبهم لك عندك، بس خليكي معايا دغري. شوفوا هنا بقى بيعترف انه بيتعاون مع الكنيسة، وده بيتفق مع كلام المنصرة ميرفت في التسجيلات اللي فاتت. ما هو بس يعلم ربنا يا بابا اللي في قلبي، وانا انا بسعى لخلاص نفسي قبل ما بسعى لخلاص اي حد، بس شيء طبيعي انا كأم انا وحشوني، انا بقالي 3 سنين ما شفتش بيتر وجرجس وبولا والبنات كمان، بس يعني الولاد دول صغيرين انا نفسي اشوفهم قبل ما اخرج، ساعدني ان انا انفذ طلبي ده يا بابا معلش رجاء، او حتى اشوفهم، انا مش هاخدهم، انا عارفه ان هم مش ممكن يطلعوا من غير ورق، انا بس هشوفهم بس وهخرج. يا بنتي انا هم بيراقبوك في كل حاجه، انا عايزك تعدي وبعد هم بيراقبوك، هم مش هيسيبوك. لا يا بابا ما حدش بيراقبني انا يعني انا واثقه ان ما حدش بيراقبني منهم، يعني انا حره نفسي، انا لما قررت ان انا ارجع وانا بتكلم مع اختي ميرفت يعني علشان خاطر انا حسيت ان انا من فتره حاسه ان انا لا مش لاقيه نفسي، فعشان كده قررت ان انا ارجع لحضن المسيح تاني، بس يعني انا اتفضل عارف عيالك فين؟ لا انا مش عارفه هما فين، وحتى لو كنت عارفه انا مش هقدر اعمل حاجه، حضرتك اللي هتساعدني ان انا اشوفهم بس لو في مكان عام اي حاجه، بس اشوفهم حتى لو من بعيد يا بابا. انت فين انت دلوقتي؟ انا في القاهرة. طبعا هشوف مرشد صارف الزر. ماشي بابا اشكرك. انت بس طالما انت في القاهرة استعد. طبعا هنا هيتكلم مع الكنيسة اللي خطفة ولادي ويقول لهم انها عايزة تشوف ولادها قبل السفر. انك انت تمشي. طيب استعد، عايزة اعرف ايه الحاجات اللي انا جاهزها، اوراق ايه اللي حضرتك محتاجها مني، انا معايا بطاقتي المسلمة ومعايا الباسبور المسيحي. عايز كل اللي عندك اوراق تعملي لي الصور بيه، لان ده ينفعك في الاسايلم في اللجوء. طيب اوكي، اطلع شهادات ميلاد ولادي ولا ايه؟ لا اديني صورهم، صور الولاد. خلاص ماشي بابا اوكي، ابعتي لي كل الصور اللي انت في ايديكي، كل ايدك، اي وثائق، اي شهادة اشهار، شهادة، كل الحاجات دي ابعتيها لي. صور. ماشي بابا. وبعدين هشوف انا الوقت نعمل ايه. ماشي. ميرسي جدا لحضرتك. طبعا بيطلب كل الاوراق دي علشان لما ارجع للمسيحية تاني واطلع على القناة عنده يعرض كل المستندات دي. امال فين يعني مستندات واوراق الناس اللي كل يوم تجيبهم على القناة عندك وتقول انهم عابرين؟ طبعا علشان دول اشخاص بيمثلوا انهم عابرين، اما انا فشخصية حقيقية ومعروفة. شكرا. ماشي، ابو اكتب لي رقمك وانا اكتب لك رقمي برضو، اذا حصلت حاجة عايزة او ميرفت هتجيبني عندها رقمي في امريكا وتعرف توصل. ماشي بابا متشكر. ماشي. متشكر لحضرتك، سلام ونعم. ودي كانت أول مكالمة مع الحرامي المتنصر رحومة، واللي أثبت فيها برضو صلة الكنيسة وعلاقتها باختفاء أولادي، وده مش التسجيل الوحيد ليه، لأن في تسجيل تاني خطير جدا اعترف فيه وذكر أسماء وشخصيات كنسية مهمة في اختفاء ولادي، وده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله، فتابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.